المنتخب السعودي بيحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة ومباراة أقل عن أوزبكستان. سنغافورة 7، فلسطين 5، واليمن 5، وفلسطين 4 نقاط. عمار، كتار ناس عم بيقولوا ليش جامايكا؟ جامايكا لأنه ما عندك حل مصطفى، ما عندك. أول شيء أفريقيا كلها عم تلعب، أمريكا الجنوبية كلها عم تلعب، أوروبا كلها عم تلعب، فأنت بدك تختار من آسيا. يمكن هو يفضل ما يختار من آسيا، وأنا بعتقد كان هو المنتخب الوحيد المتاح، خصوصاً بده يلعب مباراتين وجا على السعودية. وفريق جامايكا مش الفريق السهل، يمكن المباراة الأولى كان الفريق السعودي أفضل فنياً، أفضل كان، بس فريق قوي بدنياً، وخشونه بكرة جاي لعبته ثلاثة المحترفين، ونفس الوقت السعودية بكرة عندها نقص، يعني سالم انصاب، الحمدان انصاب، ياسر شهراني انصاب. مباراة أنا برأيي مستفادوا منها أكثر من أي، لأن فريق جامايكي حتى بدنيا مصاب من الفرق تواجهه، ومجموعته مع أوزبكستان وسنغافور والمصن هو متأهل، بس ما كان عندهم حل إلا منتخب الجامايكي أنا برأيي. البعض كان عم بيحكي على موضوع الاختيارات تبع المدرب، يعني هو عم لك أنا شيء بذهني يعني، بعدين هذا أرفيرينار مش مصطفى. دائما قائمة المنتخب قائمة جدلية، يعني ما في قائمة تطلع حتى لو جاب 99 يقول في واحد ليش ما جاب، ليش ما كمل 100. فدائما هذا الحديث يعني موجود في الاختيارات، لكن ما دام المدرب اختار وخلاص واللعيبه اتجهوا خلاص، المفروض النقمه عند خلاص تخلص، لان غير معقوله اللعيب عن منتخبه ولحد الان يعني بعض يقول لك احيانا لعيبه ما لعب بالدوري، بس هو ما لعب بالدوري انه في 7 اجانب بجوز ما حصل محل يلعب يعني. بقول شيء يعني يمكن اكبر الرابحين يعني منتخب سعود بهالمباراه، الثلاثه اللي في الخط الامامي البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان، كلهم ما لعبوا اساسيين فرخهم، وتركي العمار، واثنين منهم هم سجلوا اهداف اللي هو صالح الشهري وبريكان. فهو مجبور يعني بيقول لا، اذا على نظريتهم وعلى كلامهم جوميز وحمد الله وعلى كلامهم على ما يختار يلعب بدون مهاجمين. بنفس الوقت عندك المنتخب الاولمبي بنفس اليوم كان عم يلعب ضد جنوب افريقيا، فعنده كمان خيارات. يعني انت 23 لاعب منتخب الاولمبي و23 لاعب 40 لاعب، الاستاذ طلع على التلفزيون قال لك انه الخيارات هي، وهذا الشيء مش مزبوط. انت بتحكي بالارقام لانه عندك 16 نادي في الدوري السعودي، 7 منهم اجانب، يعني انت 4 لعيبه اساسيين سعوديين، اذا بتضربها ب 16 ما بيطلع 100، بيطلع 40 و4 في 6 24 64 لاعب.